FM. الكل مليك. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. اش نحوالك؟ شكون معايا؟ معك مريم من نازل. مرحبا، رمضانك مبروك وكل عام وانت حي بخير. دايما عايشك. تتابع في اسلامنا الجميل ولا جيت على غفله هكا توا عرضك؟ لا نتابع خير. من اول حصه؟ لا مش من اول حصه. ميسالش، مرحبا بيك. على كل حال هكا تنجم تتابعنا انت واللي يسمعوا فينا من نهار الاثنين حتى نهار الخميس، من نص نهار حتى كشي الماضي ساعه ان شاء الله. عايش. اختي مريم، شنو شنو سؤالك؟ انا حبيت نسال على المحرمه. اي نجم مثلا نصلي وندعي الرب كل شيء ورب يغفر الذنوب من غير المحرمه، حطيتها قبل وما نجمتهاش، صحيتها وفي داخلي انا ما نحب نرجع الرب، نحب نذوب الرب والمحرمه معناها ما نجمش نحطها. هل يقبل دعائي ويقبل مغفرتي ولا؟ انت توا تحكي لي على الحجاب. اي هكا ولا؟ وتحكي لي على الحجاب، انت كي انت تصلي ولا ما تصليش؟ تصلي. كي تصلي تحط المحرمة بتبيع. ايه. لأنه شرط من شروط الصلاة، هذا موضوع ثائم. إذا كان أنت وقت اللي تجي تصلي محرمتك موجود على راسك فهذا ما واستوفيت شروط الصلاة فأمور كانية بإذن الله تعالى يتقبل منك. لكن نحب هنا نقطة أختي مريم نجاوبك إن شاء الله تعالى. أنت هذا سؤالك، ما عندك سؤال آخر؟ أيوة عندي أسئلة أخرى. أسئلة نخليه للحبيبات الأخرين. أختي مريم هات سؤال، نزيدك سؤال آخر بونيوس من عندك. شهر رمضان اللي فات معناها انا ما فهمتوش، خطرني فهمتي حبلة. ايوه. وما رجعتوش، شنو نعمل؟ ما دخل رمضان هذايا وما رجعتوش، كيفاش نعمل؟ فهمتك، نجاوبك ان شاء الله. سؤال اخر كهو سمحتي. باه. كي دخل نصلي مثلا صليت مثلا ذو صور مثلا. الصورة الأولى ونمشي نرجع نصلي عندي نفسي نرجع مرة أخرى معناها أيوة. الصور كثير. أي. معناها وكي ناخذ ندعي ربي نركع لوطا، معناها ندعي ربي بالمخفى وكل شيء. كي نركع ناخذ ندعي، هذيك الصلاة صحيحة ولا؟ فهمتك، باهي جاي باهي اختي، داكورد نجاوبك ان شاء الله. باهي اختي فما تليفون آخر ولا نجاوب ان شاء الله؟ باهي إذا اختي مريم تسأل السؤال على فيما يخص المحرمة. نحب أنا نبين نقطة مهمة، أنه هنا نحب نفصل ونفرق ما بين المتحجبة والمتدينة، واضح؟ هذه نقطة مهمة ياسر وأنا نقولها ونتحمل مسؤوليتي. هناك فرق بين المتحجبة والمتدينة، يعني بلغة أخرى تنجم تكون امرأة أو فتاة متحجبة غير متدينة، ما تلقاها لابسة الفولارة ولكنها غير متدينة. نسمعوا بها الحكاية هذه في عائلاتنا ما شاء الله، تلقاها متحجبة وما تصليش، صحيح ولا لا؟ نسمعوا بها. وتنجم تكون متدينة غير متحجبة لكن ربي سبحانه وتعالى تلقاها ملتزمة أخلاقا معاملاتا، معناتها ما شاء الله الصلوات الخمس في وقاتها أمورها مريقلة، ولكن مازال ربي سبحانه وتعالى ما وفقهاش أنها تلبس الفولار. ولكن في نفس الوقت فما حالة ثالثة تلقاها في نفس الوقت متدينة متحجبة. أنت سألتني باش نجاوبك على حد سؤالك، إذا كان أنت تصلي قلت لي أنا راني مانيشي متحجبة مانيش لابسه الفولاره ولكن كي نجي نصلي نلبس الفولاره، هل صلاتي مقبوله ولا؟ طبعا صلاتك مقبول لانك انت استوفيت شرط من شروط الصلاه، امورك مريقله باذن الله تعالى اذا كانت توفرت الشروط الكل، من بينها انك تغطي راسك وقت الصلاه حتى وان كان انت ماكش في بقيه الوقت يعني في خدمتك ولا كذا ماكش لابسه الفولاره، فصلاتك باذن نحكي لك على حد سؤالك باش نبدا واضحين، فصلاتك باذن الله تعالى مقبوله. سالتني سؤال اخر، قلت لي لندرا انا كي نجي نصلي في الركعتين نصلي بنفس السوره مثلا الفاتحه والاخلاص ومن بعد نعاود الفاتحه والاخلاص، هذا جائز شرعا؟ المهم جائز شرعا اغلب معناتها اذا كان تعاود القراءه نتاع نفس السوره ما فيش اشكال وما تبطلش الصلاه باذن الله تعالى. سالتني زاده قلت لي انت راو سالتني سؤال زاده قلت لي راني انا ندعي في كل حركه يعني في الركوع في السجود، طبعا الدعاء مشروع والدعاء هو العباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع
للعبد أنه يتوجه لله سبحانه وتعالى في كل حركة، مع أنه يستوفي فرائض الصلاة. والدعاء جائز بإذن الله، ونسأل الله تعالى يتقبل مني ومنكم سائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلمة ليك.